خليني أحكي عن سيارات كهربائية. سيارات كهربائية، تتذكروا لما كنا نروح على مدينة الملاهي؟ تتذكروا لما كنا نروح على مدينة الملاهي نلعب بالسيارات ونخبط بعضنا بالسيارات؟ هيك كانت هاي سيارات كهربائية. أنا بالنسبة إلي، إذا ما سمعت أول ما شغل السيارة، إذا ما سمعت صوت التيربو، إذا ما سمعت صوت المحرك 8 سلندر، بحس إنه السيارة واقفة، ما عم تمشي، بحس إني بقبر، إلا لشغل الراديو لحس إني عايش. حتى أنا لما يصيبني رشح ما باخذ لا أسبرين ولا بنادول، بفتح غطى البنزين بصير شم بنزين. طيب، سيارة كهربائية لازم تشحنها 6 ساعات. سيارة كهربائية لازم تشحنها 6 ساعات، تمام؟ ما في شيء اسمه شحن سريع، الشحن السريع بيخرب لك البطارية. أقل سعر لبطارية سيارة كهربائية سعرها 20,000 دولار، يعني سعر سيارة. ومين على استعداد يشحن بطارية سيارته 6 ساعات؟ يعني أنت ما فيك تسافر فيها، وين راح تشحن سيارتك؟ الشحن السريع ما بيزبط، بيخرب البطارية. بطارية سعرها 20,000 دولار. سيارة كهربائية زينة. اي والله، انا الا لشم ريحة الاكزوز، الا لاسمع صوت الاكزوز، ما جيب لي سيارة كهربائية وتطلع فيها كأني رايح على مدينة الملاهي. هذول السيارات اللي بخبطوا ببعضهم، بتشوف، تعرفوهم. السيارة الكهربائية تنفع للنساء، النسوان اللي رايحة تزور صاحبتها، رايحة تشرب متي عند رفقتها، رايحة تزور أمها وترغي هي وأمها على جوزها وترجع، أوكي، هذه بقول لك هذه سيارة حلوة للنسوان. أما مثلا بالسعودية تجي سيارة كهربائية تسافر من الرياض على جدة، ما بتمشي حالها. من الدمام على المدينة ما بيمشي حالها، هي هبة، هي مشروع، ولكنه مشروع فاشل، مشروع تجاري فاشل، سيارات كهربائية. أنا بالوكالة اللي بشتغل فيها بيع 50 سيارة بنزين لبيع سيارة واحدة كهربائية حسب طلب الزبون. أنا عندي 3 سيارات بالمعرض صلن سنة، 3 سيارات بالمعرض صلن سنة، فطلب عليها قليل، أنا سويت استبيان عند بالشركة للزبائن، قالوا لي ما منحب الكهربائية بس منحب نجرب. يلا جرب، النسوان أكثر شيء بحبوها، خليها نجربها، بيشتروها. أوكي، دراجة كهربائية أنا معك، اللي دراجة كهربائية أنا معك، دراجة بسكليت كهربائي أنا بأيدك فيه، بسكليتي. تفضل يا أخوان. لا، مو ناجحة السيارات، مو ناجحة أبدا، مشروع فاشل السيارات الكهربائية. تفضل يا أخوان حبايبي. سيارات كهرباء، أنا عم نحكي عن الكهرباء، ما لها علاقة الفورد بالهوندا، كل السيارات الكهربائية فاشلة.